هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. دامنا التحدي الثاني ست العزيزة. يلا. شايف هاي الطاولة اللي وراكي؟ تقدر تتفضلي هون. يلا. تفضلي هون. راح أشرح لك عن هذا التحدي. أوكي. بما إنه إحنا بالحلقة الأولى وأشرح للمتابعين الأعزاء. نعم. بكل بساطة روساً ولا يهون المتابعين اللي عم يتابعونا. زي ما انت شايفه في عندنا طاوله بينج بونج. هاي الطاوله راح نتحدى فيها، في عندنا شخصيه زميلنا وصديقنا من طقس العرب ليون طقس العرب. الله. ليون راح يتحدى كل ضيوفنا بالبينج بونج، وواحد من امهر اللاعبين ممكن تتخيليهم. أوف. حلو، راح يلعب معاكي ويتحداكي. اوكي، ولكن هذا التحدي مش حيكون تحدي عادي انه والله يلا بدنا نلعب ونصورك وخلص. اوكي، هذا التحدي ست العزيزه فيه اسئله، هاي الاسئله مو قويه، ممكن تكون محرجه، ممكن تكون يعني ما بتحب تجاوبي عليها. الله يستر. اتفقنا؟ اتفقنا. بدك تلعبي مع ليون وتغلبيه. آه. ان شاء الله تغلبيه، بتمنى لك كل الحظ. اوكي؟ اوكي. وتجاوبي على اسئلتنا وتركزي. ماشي. ومعك مرتين تحكي باس، المرة الأولى ما بنخصم منك سكور. اوكي. المرة الثانية بتحكي باس وما بتجاوبي على السؤال وبنخصم منك نقطة سكور. تمام. ليون تفضل. يا أهلا وسهلا. يلا. يعطيك ألف عافية. ونورتنا. ليون ما نسمع صوته ولا بنعرف عنه إشي، زلمة مبتسم، سامي صفرة. والله صفرة على الآخر. راح يغلبك. آه. ومصمم إنه يغلبك، ومصمم تحدي لليون. آه. لأنه يعني في زيادة على الراتب إن شاء الله بطقس العرب. أوكي. إذا ليون غلب كل ضيوفنا. آه لا. تمام. أنا من ألف غلبني خلاص، أمورك تمام. جاهزة معنا؟ يلا. جاهزين مشاهدينا الأعزاء؟ بسم الله. 3-2-1 تفضلوا. موسن كيف حالك؟ الحمد لله ان شاء الله تمام. كيف امورك؟ منيحه؟ منيحه. كل شيء كويس. 1-0 لليوم. روسن إيه؟ ركزي معي. والسؤال الاول، إيه؟ اكثر شيء بتخاف منه روسن بحياتها؟ فقدان شخص غالي. فقدان شخص غالي. نعم. وتعرفي تلعبي بينج بونج منيح. اوكي، والله النتيجه بتجوز صارت 7-0. 4-4. 4-0 النتيجة. إله؟ لعاد لإلك؟ طبعاً إله. إيش حكيتي لي أكثر إيش بتخافي منه بالحياة؟ 4-1 صارت إلك هلا. أوكي. إيش أكثر إيش بتخافي منه بالحياة؟ 5-1 تخافي تفقدي شخص عزيز عليك. نعم صحيح. تمام 100%. السؤال الثاني، شغلة ما كنت تحبيها بحالك وغيرتيها. أوف السؤال. ما كنت احب بحالي هي صراحه وزني. وزنك وقدرت اني اغيره. بس ليه العبي؟ وكملي. أوكي. حكي. اوكي مسترسلة. قدرتي انك تغيري وزنك. كان من زمان عندك هاجس وعقده انك تغيري وزنك. ما كنتي مبسوطه على الكاريزما تبعتك وشكلك والحاله الكوميديه اللي عملتها، بانه إيه؟ انت بنت والله ناصحه زي الشاب الناصح اللي بيعمل كوميديا. لا كنت راضيه عن شخصيتي بس. مش عن شكلي. كنت راضيه عن شخصيتك ولكن مش. عن شكلك. لا. حلو، عم بتشد امورك بالبينج بونج. بلاش تتوتري. ايوه اوكي. نعرف النتيجه 11-1 لليوم طبعا. اوكي. نعرف انه في عقده عند البنات من وزنهم. كم كان وزنك قبل ما تنحفي؟ ليش الاحراج؟ معك 2 باسز، بتقدر تحكي باس. لا بحكي. شو كان وزنك؟ 119 كيلو. اه والله سفاحة. اعلى وزن وصلته، اعلى وزن وصلتي. يس. اعلى وزن 119. اعلى وزن. ما وصلتي اعلى منه. مستحيل. حلو ممتاز 100%. شو الاشي اللي مستعد تقاتلي عشان ما تفقدي؟ امي وابوي. امك وابوكي. حلو، شو بيعنوا لك امك وابوكي بالحياة؟ حياتي. حلو ممتاز. طيب حتركك تحاولي تعلي الاكسبيرينس تبعتك وتريحي شوي، بعرف انك انعجقتي من الاسئله. شوي انعجقت. تمام، لانه الجرس عم برن. كملي لعب. يلا راح نفتح البوكس حاليا. اكيد مشاهدينا الاعزاء اللي عم بتتابعونا، اخر حدا يعني حط الكومنت هذا فتحناه احنا البوكس مفروض. اوكي هاد صح. دقيقة هذا. اوكي 100%. ونشوف شو اخر شخص حط كومنت عنا على الفيسبوك. شو ربح معانا حاليا؟ مثبت الكومنت على الفيسبوك ومعمول له بند. حاجز يوم مقدم من شاليه تيريزا، وجبة لاربع اشخاص مقدمة من مطعم هاكونا ماتاتا،
وقسيمة شراء بقيمة 15 دينار مقدمة من محمص القيسي. رحلة كاملة برضو مع أشياءها مع شغلاتها اللطيفة. مستمرين معاكم مشاهدين أعزاء ببرنامج جوك برمضان برعاية كريم هايبر ماركت. وظيفتنا روسن حلاق اللي تلحق ورا الطابق. النتيجة يا أخوان 25-1. حرام عليك شو الدرجة. راح نبطل نعد 26-1. أنا بجيب تفضلي. ها تفضلي 26-1 حرام عليك. خلاص منيحة ماشي حالي. يلا بسم الله. قبل الأسئلة كنت تلعبي صح مالنا. طيب روسن حلاق. أيوة. أكثر إشي ندمان عليه مؤخرا. ما في إشي ندمان عليه. ما من هون لهون جد. شوف أنا مش ليه ابتسمتي ابتسامة صفرة؟ صفرة عبر سؤالي. في إشي في كثير أشياء مؤخرا نحن ندمنين عليها بحياتنا. يمكن مؤخرا عم بندم إني درست هندسة. تندم إنك درست هندسة. طب السؤال القوي اللي راح أسألك إياه بعديه. دقيقة لا سوري أنا بجيب لك إياها. تفضلي. أوكي. سؤال راح أسألك إياه بعديه بما إنه أنت مش ندمانة على إشي. آخ ما راح أخذ معك بهذا الموضوع. أوكي. ندمانة على شو أو مش ندمانة على شو. بس كنا بنعرف إنه يعني كان في ارتباط صار في انفصال. فيش داعي ندخل بالتفاصيل هاي ولكن السؤال بعيدا عن هاي التفاصيل. هل ممكن تكرري تجربتك الزواج ولا أصابتك عقدة من الزواج؟ حابة تحكي باس معك تو باسس. هل ممكن تكرري زواجك ولا صابك عقدة من الزواج وهاي لن تتكرر وتعيش سنجل أموري 100% أطلع مع صحباتي هاي نحيفة بلا جوز بلا نكد بلا هم. ما جاوبت لسه على السؤال. شوف يا صديقي تفضلي. ما بحب اعمل باس ما بحب استسلم بسهوله. بتحبيش تستسلمي بسهوله؟ بعيدها بس مو هلا. بتعيديها بس مش شايفه انه حاليا الوقت المناسب. لا لسه بدي وقت. واخيرا مع السؤال هذا مع الجواب هذا جبت نقطه. لا عليك. ممكن صار 70-2 هاي. اوكي يا زلمه والله طيب. علي سؤال جديد يقول مشاهير السوشيال ميديا كثار اشخاص انعرفت عن طريق السوشيال ميديا. لا مرة انا ما ضبطني يا البر. ايش السؤال؟ في كثير اشخاص مؤخرا انشهروا عن طريق السوشيال ميديا. مين من هذول الاشخاص اسم منهم؟ اذا كانت عندك الجرأة ما تستسلمي للاسئلة. من مشاهير السوشيال ميديا مؤخرا لا يستحق المتابعة؟ باس. هذا كلهم راح يجاوبوا عليه باس. صعب طبعا. طيب متى اخر مره عملتي انفولو لحد من مشاهير السوشيال ميديا صدقا حدا استفزك من غير اسم؟ متى عملتي لي انفولو؟ ما بقدر اعمل انفولو مع انه كنت جعبالي اعمل انفولو. بيجيك مرات جعبالي تعمل انفولو لكثير من مشاهير السوشيال ميديا لاجل المحتوى بس ولكن هم كشخصي حرام. محترمين. محترمين بس محتوى مش بزياده. بس كمحتوى لا يناسب رمسن. محتوى لا يناسب روسن يعني ما بيكون عاجبني. لا طب سؤال في محتوى لا يناسب روسن قد ايه بتحسي نسبته من 100 محتوى روسن لا يناسب العديد من الاشخاص؟ لا قد ايه بتعطي من 100 يعني انا بحس مثلا أسامة الجتاوي في 60% من الناس بحبوني وفي 40% ناس بخف عقلهم من ضحكتي وبتزهقنا وكذا. بعطي حالي نسبة 60 ب 40 نسبة جيدة نوعا ما لو حققت يعني كنت مرغوب عند الجمهور بنسبة 60% ممتاز. الجمهور الأردني صعب إرضائه. كم تعطي حالك من 100 كمحتوى خلال مسيرتك كبنت كوميدية وأنت البنت الوحيدة الموجودة على الساحة الأردنية بدون أي منافس عملت ستاند أب كوميدي واستمريتي وضحكت كثير ناس وإلك جمهورك لا شك. كم تعطي حالك من 100 مدى قبول الناس لإلك؟ يعني الحمد لله ما صارت خسرانة باليوم. خلنا نعد. بحس 80% 80% بديش أكون مغرورة. حلو. بس بحس تمام. 90% ممكن أوصل. سمينا اسم مستحيل تشتغلي أي شغل يعني مثلا مع مخرج ممثل كاتب مين ممكن اللي ما تشتغلي معه؟ ما في حدا ماخذ مني موقف. ما في حدا ماخذ مني موقف. لا
ستوب، خلصنا تحدينا. فزت. 120 2 استخدمتيها، لو ما استخدمتيها بجوز خسرتي جد تقريبا 60 4 هيك يعني، ممكن هيك بطل جد بطلنا نعد. ما في امان، بطلنا نعد، بطلنا نعد والله اني مش عاطله. طب شو رايك بالاسئله؟ عجقتك شوي؟ اه عجقتك شوي. قويه. 30 2 كانت النتيجه. سعاد بتقولي من بعدها بطلنا نعد يا سعاد. انا برجيكي مفروض احنا اسئلتنا خلصت. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.